سيد رسم مدينة عبد الحكيم المقر زملائنا الوالد والمعارضة في المكان سلم عليكم تحية وطيب الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المتحدث الثاني في فريق المعارضة وأتيت إلى هنا للمعارضة والتأكيد والتشديد على معارضتنا لأصبحت البرلمان القائلة التجربة الإلكتروني يحصل ركاب السيارات وأتيت ونحن فريق المعارضة ما خلافنا عن ذلك بل نحن نقول التدريب الالكتروني لا يخسر ركاب السيارات بل بالعكس يعني يرفع ركاب السيارات نور الكرام واتينا اليوم لاثبات راينا وذلك بقمه الحجه المبنيه على التاكيد والتعليل والتدليل ودفع الشبهات النظريه والقول الفاسد وذلك باستراتيجيه تقنيه ثم بناء الحجه القاطعه المقنعه الدامغه فمن فريقنا من المبدا الاساسي الا وهو اثبات بان التدريب الالكتروني لا يخسر ركاب السيارات نور الكرام ومثبتين ذلك من خلال ارسالات من الحجج المتنوعه والمترابطه منطقيه ومنهجيه من اولها ما تطرقت اليه الزميل تفضل بالجلسة اولا وهو المحور الاقتصادي وانا ساواصل بقيه المحاور ما تتعلق بهذه القضيه ولكن قبل ذلك اجب نفسي مرغمه على رد بعض ادعاءات فريق الحكومه حيث انها حقيقه لم تستطع ان تبين ما لنا ان تبرهن لنا ما شكل الخساره هنا يا حضر الكرام مع ان حقيقه في فن المناظره هناك لابد علينا ان نبين ما شكل الكلمه المفتاحيه وكذلك هناك الكلمه الجدليه فلابد علينا كذلك أفيد مع ما يقولون كرام بأن الخسارة هناك بأن شكل الخسارة هناك خسارة في الأموال وخسارة في الوقت وكذلك خسارة في السعي وما أشبه ذلك هذا نسميها ما نسميها بشكل الخسارة حضور الكرام ولذلك على الحكومة حقيقة أن تفهم هذا فن المناظرة حضور الكرام كذلك قالت في حجتها أو المشكلة من فريق الحكومة يعني هذه المعارضة هذه الحكومة إذا لا تريد أن تكون رسوم التجريم متفرقة فلا بد عليها أن تقبل فريق المعارضة الذي تقول بأن التجريم الإلكتروني هذا فعال بالنسبة إلى التجريم غير الإلكتروني حضر الكرام أو بوسيلة الشرطة حضر الكرام تم محور السجن في ثلاث محاور المحور الاجتماعي وكذلك الاقتصادي تفضل جلسي أولا في محوره تفضل جلسي أولا في محورها الاجتماعي حيث أنها قالت بأنها غير فعال بأن هذا المشروع غير فعال بسبب يحتاج إلى القوة الكبيرة ولكن حقيقة نحن لم نسمع ما بيان من ما المقصود بالقوة الكبيرة هنا كبير جرام بمعنى حجتها الأولى مرفوضة كذلك في حجتها الاقتصادي مرفوضة يحتاج إلى النقود الكبيرة حضور الكرام معنى حقيقة كم تفضل الجلسة أولا كم سعر سي سي تي في حضور الكرام فقط 80 روبيا حضور هذا قليل أم رخيص طبعا رخيص حضور الكرام تفضل الجلسة بمعنى حقيقة أن كل حججها مرفوضة حضور الكرام تم حضور في ثلاث محاور الاقتصادي المحور الأمن والمحور الفعالي تفضل نحن نجمع الزادة بأن مبدأ الإلكترونية تقرب البعيد وتسهل الصحبة.
إلى ما كان معه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.